عاشق ملوع بالهوى يدرف الموج، قلبي على الرمثة وعلى من سكنها، مشتاق للرمثة وعاشق لأنها فيها الأدب والشعر والفن والذوق والذكريات اللي ما يقدر ثمنها، وفيها الكرم والطيب والجود، مخلوق حراير وابطال جابت بطنها. ليت الزمن يرجع، ليت الزمن يرجع ونعيش بزمنها، وتبقى عزيزة مرتفع شأنها فوق، عاشت بوجداني وقلبي وطنها. مساء الخير. تعيشي والله. مساء الخير لكل متابعي قناة الرمثة نت. مساء الخير من الرمثة الأبية، رمثة الحضارة، رمثة التاريخ، الرمثة اللي بيوتها عريقة وفي بكل بيت له حكاية. وأنا اليوم ببيت من بيوت الرمثة العريقة، ومع سيدة من سيداتها العريقة اللي هي بمثابة سجل وتاريخ، بيسجل وبوثق التاريخ القديم للرمثة. أنا مع السيدة اليوم فزة الشرع أم فايز. مساء الخير أم فايز. مساء النور. كيف الحال؟ يسلم حالك. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين كل ساعة. أولاً أم فايز، أنا حابة أعرف معنى الاسم، شو يعني فزة؟ هذا من الأسماء اللي مش دارج اليوم. من زمان، هاي من كم سنة صار لي يعني؟ فوق التسعين، يعني 80 سنة يقول. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. يعني 80 وأكثر من 80 سنة اسمي. ما شاء الله، ما شاء الله. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. سميني فزة وأختي تركية. أها، شو يعني فزة؟ فزة. فزة هذا هي، هاي معناته. قلت ليش فزة القلب فزة الإحلام. أها أها، يعني بفز العشب يوم بفز الأرض. يعني معناه الحركة السريعة. حافظة شعر على هالاسم؟ مداري لا والله مانيش عارف. والله ما نعرف، أنا عشيم بهالأشياء كله. طيب بتتذكري أيام الطفولة حجة وانت صغيره مع بنات الدار، مع شو كنتوا تلعبوا، شو كنتوا تسووا بطفولتكم؟ والله انا بقيت يعني مروسه عليهم كلهم. اها. اني ليش افتح من اختي؟ اها، افتح منها. يعني انت اكبر منها بالعمر؟ لا، هي اكبر. هي مني. اكبر. هي اكبر مني وانا اصغر منها. يعني يوم نروح على عرس على شيء انا المتقلط، هي ظلها قاعده وقايله هيك. يعني انت اجرى. انا اللي متقلطه. يعني اخذتي من اسمك نصيب. اي نعم. تقول طيب ليش انت يعني هيك كلهم بيقولوا لك فذي فذي تعالي فذي وامشي فذي، ويوم انهم يعني يصير طهر وفرق وحلو. اني اروح حلو بيجي هيك معي. هي ما بيش ولا حبه دائما انت النصيب. ليش ما ينطوني شني تقول؟ ليش انا ما ينطوني؟ انت عارفه شيء ولا شيء يعني، ماني بغيت يعني قبل نفتح ما شاء الله عني. ما شاء الله. حجي انت سالتيني عن اسمي. اسمي سحر. سحر؟ اسمي سحر. يا سحر لا تقول انا نسيتك، كل ساعة تطري على بالي. الله. وحياة رب السماء والبيت والبعد ما يرخص الغالي. الله الله. يا شو يا سحر يا شايل السطلي يا واردي عن مزاريبي، حليلي حسك مع القفلي ومع تكاملات العذاريبي. الله. وان كان ابوها يريد سياق واخوها يطلب وانا زيدي. الله الله. الله 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 الله. هاي شو بدي اقول لك؟ يسلم هالتم يا حجة. الله يرضى عليك. حجة شو كنتوا تلعبوا وانتوا اطفال؟ تتذكري الالعاب القديمه بالرمثه كانت مشهوره، شو كنتوا تلعبوا؟ هسه اولادنا على الاجهزه وعلى الكمبيوترات، شو كنا شو كنتوا تلعبوا انتوا؟ نلعب مع بعضنا يا يعني البنات الاولاد الحجل نلعب. اها حجله. الحجل قال نقول هاي الحجله. نلعب الطماونة، نلعب يا اخويت مدلين، هذا هي اللي هيك مثل هيك يعني نقعد نلعب. ما فيش، ما والله ما ندري شو بقينا نلعب. مش متذكري مزبوط. طيب تتذكري لما انت تزوجتي قد ايه كان عمرك؟ كان عمري 34 سنة. 25 سنة. 25 سنة؟ 25. مش اصغر؟ يعني بجوز اني اصغر شوي. اصغر اكيد. بس يعني سنة.
أنا بعرف إنه 24 يا 25 أنا بعرف إنه 14 سنة متزوجة كثير طفلة. أني؟ آه كيف تحملتي المسؤولية؟ تحملت والله تحملت كثير. ربيتي أولاد وبنات؟ قد إيه عندك أولاد وبنات؟ عندي هاي أولاد 2 هذا فايز وفوال ما شاء الله وبنات 5 أها اللي عندي طيب ربيتهم. بتتذكري لما كنتي عروس شو كنت تجهزي؟ شو جهزتي؟ بقينا نجيب ثياب مثل هيك نخيط اها ثياب ثياب مثل هيك مطرزة اه مثل هيك اها ونشك حبال بالحيط هيك ويوم اللي نتجوز كلهن نشرهن هيك قدام الناس اللي يفوتن علينا على وحدة عراية اها اها نشر قدامهن هيك كلهن السراويل حيش بنسمع البنات هذول الثياب كلهن نشرهن على الحبال هذا علشان الناس تتفرج عليه شو الناس تتفرج عليه وتروح تسولف وشو معه شو جهزت طيب طلعتي شيء اسمه صندوق العروس طلعتي صناديق ملان شو من ايش كان مصنوع هذا الصندوق مصنوع من كل شيء شيء نحط به الصندوق هو كان من ايش مصنوع خشب نحاس من ايش كان خشب كان في رسومات زركشات شغلة معينة نقشات نقش يدهنوا بدهان اخضر واحمر واصفر بعده موجود؟ لا والله راح موجود. شو محتوياته؟ شو محتوياته؟ يعني انتوا تشيلوا بهالصندوق هذا ايش وتشيلوا؟ نحط كل جهاز مثل ما تقولوا ريحي صابون هالاغراض اللي مستلزمات العروس هذا نعبيه ونشيله معانا يوم الوحده تتجوز طيب انت رحتي على بعثتي الجهاز وديتي الجهاز دارنا دارنا ما هو يعني هاي دار ابوي هاي دار عمي اللي تجوز ايوه بنفس الساحه بنفس الساحه يعني ابو فايز هو ابن عمك ابن عمك ابوي اها وربينا سوا يعني صغار وربينا مع بعضنا البعض طيب ذهب اشتريتي اشتريت والله قديش كان اشتريت عرجه جهاديات يعني غازيات وليرات بيها واشتريت جوزين مساور فضه اشتريت جوز وخلاخيل بالرجلين كنت تلبسوا خلاخيل حلو وهذا اللي هذا زرد بالردوه زرد شنشل هذا اللي هاي اللي هو صيغه العروس الصيغه هذا كل العروس طيب والعرجه العرجه العرجه مقصبه كانت العرجه ذهب هذا كله ذهب ذهب غازيات ذهب وجهاديات من مليحات وفضة سائلة من هون هي طاسة يقول لها طاسة هاي هاي فضة ذهب هاي فضة بيضة هي تلمع طيب تتذكري مثلا الفاردة الزفة العروس زفة العريس تتذكري هالأشياء والله كلها دوقناها وغنيناها شو بدي اقول شو بتتذكري من اغاني الاعراس القديمه اللي كانت تتغنى؟ والله ماني متذكر شيء طيب تتذكري لما نادوا ابو فايز؟ لما جابوه لعند العروس اللي هو انت تتذكري؟ وين كان؟ ابوي ابو فايز الله يرحمه الله يرحمه كان وين راح أبو فايز؟ وين رايح؟ وين فوال؟ أبو فايز بعد رايح؟ بدري؟ مش متذكرة طيب ولا الفاردة ولا يلا فايز كان يستحي لي ابن عمي يعني أنا وياه زي الخوات زي الإخوان تلعبوا بساحة واحدة مع بعضنا البعض أيام منهم جيت منهم يعبدوا عبدي هو استحى فل راح على دار بشير على اولاد دار بشير الشقران قعد عند دار بشير يقولوا له ليلي عقدك مالك ليش طلعت؟ يقول له في ليلي عقد لك ارجع ما رضيش وجا المأذون وجا كلهم وهو مش حاضر تملوا راحوا عليه دوروا انه قاعد مع الظلم اللي هناك خجلان انه عريس قالوا لا حدا بيطلع وهو بده يعملوا عقدك العروس بيستحي هذا كثير ابوه تتذكري شو كانوا يغنوا بالعرس يومها؟
والله داري ناسي والله. ناسي مش متذكرة. ناسي والله. طيب هسا إذا رجعت الذاكرة شوية تذكرتي قولي لنا شوي منها. شو بالعرس شو والله ما داري شو داري. طيب شو كنتوا تشتغلوا؟ طبيعة شغل المرأة زمان الآن بتختلف عنا، إحنا صرنا بوظائف وصرنا مدرسات وصرنا ولا وظائف ولا شو كنتوا تعملوا؟ بهالدار على السهل والدار، على السهل والدار. شو تعملوا بالسهل؟ السهل نروح وين ما نذكر لنا عكوب نجيب، خبز نروح نجيب، حيش بنسمع جل نروح نجيب. شو تعملي بالخبازة؟ شو تعملي بالخبازة؟ نسويها نفرمها ونسويها نحوسها ناكل منها. طيب تاكلي نطبخها. كنتوا تغمسوها غماس صح؟ غماس بالخبز؟ مين كان يعمل هذا الخبز؟ مين كان يعمل الخبز؟ الخبز نعمله على الفرن العادي طاول هيك تعجني يعني؟ نعجن العجين وتخبز. بقينا احنا ما نعرف ايش صغار يعني. تعلمتي من الحجه يعني؟ تعلمنا فيومنا نكبرنا ومن اعتزلت لحال واحنا نبلش بهالدار. فرن كان فرن 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 طابون ولا شو كان؟ طابون. وين كان هذا الفرن موجود؟ يطبنا على دهن يسوي لنا فرونه على دهن ونقعد على كي نجيب احنا الفرن حيث نسمع نزبل ونسجن ونكب يعني فيه. كان وين مكانه؟ مكانه وين هذا الفرن؟ بعيد عنكم قديم وين؟ بعيد لا مثل ما تقولي هاي الغرفه المقعد نحن ويبقى قدام الدار مسافه بعيده يعني تروحوا مبني لحاله مبني لخش لحاله طيب وكنتوا تشتغلوا كمان بالدور يعني ما كان الشغل على وحده فيكم صح؟ كان اخوات بالدور بالدور وسلفات وسلفات بالدور وسلفات بالدور في كان دور شيء اسمه التزبيل نعم كنتوا تزبلوا زمان؟ يعني ونزبل ونسكن حيث نسمع ونكب السكن على مثل اللي يقولوها قيت العواجي نشيله من دورنا ونروح على قيت العواجي نروح نكب على روسنا مش مثل سعيد ياخذونا اياه من الدار. والله تعب كانت الحياه صعبه صعبه والله والله هسه احسن؟ اكيد هسه اريح كثير اريح هسه كل شيء موجود كل شيء موجود والله صعبه قبل. طيب تتذكري مثلا ايام الحصاد القمح حصدتي جربتي تحصدي؟ ما عندناش ارض ما عندكم ارض ولا جربتي تحصدي ولا حصيده نروح ابوي ينادوتها يحصد ابوي ينطل الفاعل ينطوه يعني اجار واحد ابوي ينطوه ابوي ينطوه اجارين يكوش اللي قدام هذا وقدام هذا شو كان الحصيد بايش كان يستعمل شو كانت الادوات باليدين والله بيديه يتاوشوا عليه هذا لا بدنا ناخذه عندنا وهذا يقول لا بدنا ناخذه عندنا يكوش اللي قدام الحصادين كلها شو اسمه الله يرحمه ابراهيم الخالد الشرع ابراهيم الخالد الشرع الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه امين والله نطلع معاه عادك على الحصيد يوم انه يصير حصيدي وهذا في القاط نلقط قبل. طيب ادوات الطبخ زمان لما كنتوا تروحوا من السهل وتجيبوا اشياء معاكم اي شيء خبازه او اي شيء كنتوا تجيبوه شو الادوات اللي كنتوا تستخدموها زمان؟ امي تقعد تطبخ لنا منه طبيخ بخبيزه. طب شو كنتوا يعني تطبخوه بايش الادوات اللي كنتوا تستخدموها؟ طناجر شو كانت من ايش مصنوعه؟ طناجر مصنوعه نحاس ايوه نحاس نحاس ليش تبقى تقدر من حاجه وتتعبوا يمكن لما تلمعوها بدها شغل صح؟ بس نقول بيها هيش تبقى هيش تلعب من حاجه شو كنتوا تجلوا؟ شو كنتوا تستخدموا؟ بقينا نجلي اللي ما عندوش ايش يعني يلاقي دواء مثل هسه دواء عندنا هسه الجلي وادوات تنظيف هسه ما فيش هسه قبل ما فيش مثل هسه طب كيف كنتوا تنظفوا؟ نجيب حسب نسمع شويه سكن من الفرن نحطه في الطاسه وريحه مي بس نقول هيك بن هيك معنى الطاسه يعني كنتوا تستثمروا حتى المواد الموجوده بالطبيعه حواليك وكنتوا انتوا تشتغلوا فيها والله نشتغل فيها والله تسوي او نكمش حبه تبن بصل يعني تبن من هذا
بس نفرك الطاسه هيش والله تبقى تلعب من حالها. ونغسلها ونتشطف ونشطفها ونشاهد عليها نضرب فيها الرز وتصير تمام امورها. طيب على سيره القصل، القمح اللي كان يجي من السهل كنت كان يطلع منه إشي عيدان رفيع صح؟ واسمها القصل. كان له طرق كثير ومراحل وتشتغلوا فيه وتنتجوا أشياء تساعدكم على الحياة، شو كنتوا تعملوا فيه؟ احنا القمح نطلع القمح لحال، التبن نعزله لحال، القصلات نعزله لحال، القصل الغليظة شو تعملوا فيها؟ حشاش للفرن، كله هذا الفرن. طيب وفي بعرف انه في كانت اعواد طويله رفيعه كنتوا تعملوا لها اجراءات كثير حتى انه يعني تقدروا تعملوها سله للخبز او صح؟ نقصل قصل نروح على البيادر نقعد ونقصل نروح كل واحد يربطها الغرض يا جماعه عشان تعملوا فيها اشياء لل نقلوا بهالمية نقسمهم نقلوا بهالمية ونقعد نعقد قطومة هيك وبعدين ظلنا نبدع عليها تصير وسيعها العقد الأولية هاي هاي الأولية القاعة هاي بدنا قبع نسوي قبع بدنا مغاميق نسوي جوني هيك قبعة ومغمقان قبعة ومغمقان بدنا طبق نسوي طبق صغير بدنا وسيع طبق زي سفرة نسوي كبير هيك عشان تحطوا عليه ايش هذا السفره السفره يعني السفره يعني يوم يجي حدا نمده هسه عيات مشمعات من مد صحيح قبل نمد هالطبق هذا ونحط عليه كل هالصحون كل هذا ياسع الطبق قد ما تحط عليه وسيع مبدي على ايدينا هذا على ايديكم وسيع خمس شبار ست شبار كنتوا تلونوه ولا كان لونه نسبغ هاي الخيطان مثل هذا ملون الوان الوان اخضر واحمر واصفر وتعملوا نقشات واشياء نقش الطبق بس بديش تفرجي عليه ضل عندك منه اشي لا والله ما كله راح ولا موجود 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 مش راح والله راح الحمد لله طيب عمرك طلعتي من الرمسه هني؟ رحت على دبي شو رايحة تسوي بدبي؟ شو عملتي؟ أولادي كانوا هناك بشو كانت الوسيلة؟ بإيش سافرتي؟ طيارة والله طيارة؟ زمان طيب زمان زمان قبل يعني أنت يمكن بالأيام لا قبل ما كنتش أروح ما طلعتي من الرمسة هم بقوا ربعنا بيافة بيافة زرتي يافة؟ كيف كانت يافا وحيفا كلها ما شاء الله كيف كانت هاي المناطق احنا بقينا انا بعت ضعت بهاي فج شو اسمها ملبس بلد اسمها ملبس ملبس فلسطين هاي فلسطين وضعت باقي العم على الاولاد وكحشين الاولاد وضعت وابوي يقول ما بروح من هالبلد هو خليها بهالبلد ضايع واروح على الرمسه ولا يمكن بشو سافرتوا على يافا وعلى على فلسطين شو سيارات هذول سيارات مش طيارات مثل هسه والله بسيارات مين كان يسوق فيكو بالاجار شوفير يعني كنتوا تاخذوا شوفير وتروحوا كل العيله تروح طيب سافرتي بهذا البشكير يا حجه نعم لبستي هذا البشكير زمان؟ لا قبل لا شو كنتي تلبسي؟ بقينا لابسين هيك منديل مثل هذا وعاقدين من هون عقده طيب والحطه اللي طلعتيها بالجهاز ما كنتي تلبسيها؟ الحطه رحتي فيها؟ طيب هذا البشكير هذول جداد هذول ب40 والله هذا ب40 دينار طيب متى لبستي اول مره؟ انا؟ او مين جاب لك اياه؟ والله جابوا لي هم ربعي هذول الشباب والله اولادي شو اسمه البشكير ايش الماني بشكير الماني ليش سموه بشكير الماني نعم ليش بشكير الماني يعني داري قال عمله مشكل هيك بشكير الماني ليكون لانه من المانيا اولادنا بالماني ايوه كانوا هناك وجيبوهن رخاص من هناك ويوم دجهون سعرهن صاروا يبيعوا الواحد ب40 ليره ب30 ليره ب20 ليره من هذول ثقيل يا حجه ولا خفيف على الراس؟
لا والله انه ثقيل ثقيل مليح مليح مش كثير عسيها بس بس الوانه حلوه لما بتلبسه يعني المراه بيكون الوانه حلوه بس بطلنا نشوف كثير ايه بطلنا نشوف النسوان هسه يلبسوا كثير هسه يرمون هنا هسه جايلة ترمون هنا والله احنا يعني كبار نلبس من هنا طيب بدي اسال عن شغله هسه احنا الصبايا وعصرنا كلنا لما نتجوز او بدنا نطلع مناسبه بنتمكياج وبنحط وبنروح على الصالونات شو كنتوا تتمكياجوا زمان شو كنتوا تستعملوا والله انا منه علينا والله وانا عروس اجت سلفتي من يافا هي وقامت قالت خير اني احط لها بودره يوم انه اجى سلفي وشافني ابن عمي الثاني ما هو ابوي واللي مبودر قال قومي غسلي قومي غسلي ما حب ما عندنا شيء ما عندنا قومي غسلي ورحت غسلت ومنها والله ما نحط عوجي طيب الكحل والكحل للعيون طيب من وين كنتوا تجيبوه الكحل؟ حجر حجر من وين حجر طب هذا الحجر؟ عندها يجيبوا انه حجار هيك وشو تعملوا فيه؟ يدقوا انه يشحن النفط ايوه يشحنوه تمنوا يتنعم ويجيب الشاشة بيضة يحطنها على معون وندفنوا هيك يحضر كله الناعم والخشنة تظل من فوق يعني عشان تصفوه عشان يطلع ناعم نكب هذا اللي من فوق على الشريطة من فوق وهذاك نقطه نتكحل منه تتكحلوا شو كنتوا تتكحلوا طيب انت طلعتي هسه الكحل وعملتوه ناعم طيب بشو كنتوا تتكحلوا هسه احنا عندنا قلام مرود. مرود مرود من ايش مصنوع هذا المرود مرود عوده يكمشنها وظلنا نحسمه فيها تصير ملسه ورفيعه هي وتعبوها من هذا الكحل وتتكحلوا الكحل ونكحل عيون يعني يا حجي كل ادوات كل اللي كنتوا تستعملوها وبالحياه انتوا تصنعوها ايش نصنع من ايدينا وايش نلاقي مصنوع مصنوع جاهز بس حياة زمان مش زي هسا صح؟ لا مش زيها طيب في قصة عندك بعرفها عن طريق الفرازات شو؟ طريق الفرازات شو هاي القصة؟ شي الفرازات فرازات يعني؟ شو الفرازات؟ الفاردات؟ الفاردة؟ الفاردة الفاردة شو هاي؟ فردة هاي بدنا مثلا في عروس غريبة أيوة فبدنا نروح نجيب هالعروس يجيبوا هال إن كان بدهم يروحوا بسيارات يجيبوا هالسيارات يلا اللي بدنا نروح نجيب الفردة نروح نركب ونروح نجيب العروس من دار أبوها تجيبوها لوين؟ على دار العريس على دار العريس إن كانها غريبة يعني وإن كانها برا بالليل نروح نجيبها بالليل ونروح وين كانت العروس تصمدوها؟ وين كنتوا تصمدوها العروس؟ نصمدها بدار المضيف يجي واحد يعني من القرايب بعيد داره يقولوا فلان الليلة عروس يقولوا تراها عندنا الضيف التالي عندنا اليوم ياخذوها يصمدوها عندهم احنا نروح نجيبها من عندهم ونيجي شو كنتوا تغنوا لها؟ ما تذكرتي شو تغنوا للعروس؟ والله ناسي والله بنسى 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 طيب العروس على شو كانت تيجي؟ حيش بنسمع حيش بنسمع بقوا يجيبوا خيل يرسموا العروس على الخيل يا سلام حلو كان طلعن الباصات والسيارات صاروا يجيبوهن بالسيارات بالسيارات صح ولا قبل والله على خيل يجيبوهن انت على الخيل؟ انا؟ وانت عروس؟ مجال من هون لهون ما فيش مجال يعني لا ما في داعي يا والله طيب وانت عروس لبستي فستان عرس؟ والله فستان ابيض فستان ابيض الملاح وفصلت لي يا مرت المأذون وقال مأذون واحد اسمه يقولوا له المأذون يعني يعقد عقود مرته خياطه وسوت لي على كيفها يعني على كيفها هي والله ابيض من التفته هذا يقولوا له ماشي التفته ايوه والله ولبست والله ما شاء الله وعيت من جابوا لي ما شاء الله يعني كنتوا تخيطوا حتى الملابس وال طيب كان هذا التطريز الثواب هاي كانت موجودة زمان ولا بعدين طلعت؟ لا والله هذا الموجود اللي هو هذا اللي تطلع مثل هاي غنب عبها هذا الثوب هذا الثوب
تراثي قديم. آه. هذا من تراث الرمثة. لا من هذا زمان هذا متخيل. هذا قديم قديم يعني يمكن قديم. آه. يمكن أكثر من 40 50 سنة. وأكثر. أها أها. والله أكثر. اللي تطلع من هنا هذول الأشياء هنا على الحبال. طيب مين كان يخيط؟ مين كان يخيط الكوب؟ إحنا الشاطر تخيط لحالها. هاي الشاطر بتخيط لحالها. الشاطر بتخيط ثوبها بإيدها. بإيدها. يا سلام. والله بإيدها. والله مثل هذولا. ما شاء الله. هاي سعيتي تشنتي عندها ثياب مثل هذولا. هي بتخيطهن بإيدها. والله. انت عمرك خيطتي؟ جربتي تخيطي؟ والله ما خيطت. ما خيطتي. انا والله تخيطت. انا والله ما خيطت. ما بتحبي يعني تخيطي ولا ما كنتي تعرفي؟ ما بعرفش. ما كنتي تعرفي؟ والله ما بعرف. طيب هاي الخيطان من وين كنت تجيبوها؟ يجيبوا كوب بساتين. من وين تجيبوها؟ من وين تشتروها؟ الدكاكين. الدكاكين في دكا بالمحطوط هاي فيها من كل شيء يعني. بالرمثة نفسها كان السواق. الرمثة. ايوه. في دكاكين كانن قبل. تروحي على الدكان ينطيني مثلا ساتين احمر، ساتين اخضر، اصفر. من كل شكل عنده. من عند مين كنت تشتروه؟ بتتذكري اللي كان يبيع الساتين وال... والله ما بدري شو اسمه وشو. والله ما بدري. نسيته. دكاكين نفوت على الدكاكين نجيب. يعني دزينه. والله العظيم ماني عارف. طيب شو رايك بالانتخابات هالايام؟ والله انتخابات ان شاء الله كلها انها بتنجح. ان شاء الله. ان شاء الله كلهم ينجحوا. بدك تشاركي بالانتخابات؟ بدك تروحي تصوتي؟ والله رحت هذيك المرة تصوت. حضر ابن أخوي اسمه منذر. من هو بديت قلت له عندال من هو جيت أنا من الحياة من هذا قلت بدي منذر منذر منذر. أنت خبتيه. والله رح حطوا لي منذر منذر منذر. وأنا بقول له شو عم حاطة أنت عندي إلي قلت لهم بدي منذر منذر كان هو منذر واحد كان منذر داري والله ما أعرف. طيب مفايز يعني أنا كثير مبسوطة إنه أنا زرتك اليوم. بس بدي تبسطيني أكثر، بدي أسمع شعر. أنت حافظيته بأي إشي؟ حافظة شعر لأي إشي أنت حافظيته؟ والله ماني حافظة. عنبني يعني بغني. يا فايز لا تقول أنا نسيتك، وكل ساعة تطرع على بالي. وحياة رب السماء والبيت والبعد ما يرخص الغالي. الله الله. والشكرة يا فايز ما أدري شو فواز هذا. طيب في شعر أو كلام بدك توجهيه لجلالة سيدنا الملك جلالة الملك سيدنا الملك والله. شو بتحبي توجهي له كلمة والله. بيت شعر اللي بدك إياه. والله أنداري شو بدي أقول والله كثير شوية بس مانيش فتنان. يعني إحنا احتفلنا قبل فترة باستقلال الأردن. الله يديم علينا نعمة الأمن والأمان. آمين. يعني. واحتفلنا باليوبيل الفضي اللي هو مرور 25 عام على حكم سيدنا وقيادته للبلاد. الحمد لله إحنا بننعم بالأمن والأمان والخير. الحمد لله. وأقول كل إله كل ما بغني وأسوي إلا غير كله إله. الله. والله لملكنا. لملكنا غالي علي بحبه على الغيب. والله هو بنحب سيدنا صح. الحمد لله. الله. احنا بامن وامان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. بقول يا ملك يا ملكنا ولو ما كان اهلكنا. الله. لو ماك ولو ما جيوشك ان كان العدوين استحلتنا. يا سلام. الله. بقول هيك والله ابعد امرار واني قاعد بنهايه